انت شغلت الفيديو هذا اخر جسر بالمشروع. مرة لازم نلف هسه ونرجع من الجهة المقابلة. لازم نطلع منها ندخل قدام التريلة. يا رب ارحم عبدك يا الله. هاوس بارت يعني اكزيت. راح اسد الفيديو احسن ما اطول عليكم. شوف اخوان دخلنا على هذا الجسر اللي هو اخر جسر بالمشروع. مثل ما تشوفون البامب موجود، اعمال صب من الطرف الاخر او الطرف الثاني. اني حصف السيارة هنا واصعد فوق الجسر اروح اصور الجهة الثانية واعمال الصب. تمام، نبرك السيارة هنا ونشوفكم بعدين. تمام اخوان، عدينا الجسر، جاي يصبون مرحلة من المراحل الرابعة. انا اسفلت هذا طبعا لما كنت مجاز مشتغلي ما شايفه. وهذا حوض تجميع مياه الامطار مثل ما تشوفوا. تمام، نوقف الفيديو. تمام اخوان، شوفوا هنا الطريق تم تركيب الجارد ريال او حامي الطريق. باقي بس الويرين كورس، هذا البايندر. الكورس راح يجي ويا مستوى الفلاش انلت 3.5 سم راح يكون. شوف منسوبة عالي. طبعا ممنوع اصور فترات طويلة بالمشروع لان اكو مواد واكو اغراض مشونة. ف يعني اذا حد شافه من المناطق القريبة قد تؤدي الى مشاكل بالمشروع او سرقات لا سمح الله. اسمحوا لي راح اسكر الفيديو. اخوان شوفوا هاي المعدتين اللي واقفة قدامنا هسه، هذه استخدموها بالمانيا فرد الاسفلت او بشغل الاسفلت قبل الفينيشر. يعني التريلا تنزل الاسفلت بهذه الفيدر يسموها بالانجليزي، والفيدر تنزل الاسفلت بعد ما ترجع تمكسه تخليه متجانس ترجع تنزله بالفينيشر على هذا الحزام مثل ما انتم شايفين. الماكينتين او المعدتين نفس الوظيفه. تمام، خلصوا اعمال الاسفلت فهسه واقفين معدات الجروب. فهذه يعني تخلي اثناء الشغل تتجنب السجريجيشن او العزل، حتى لو كانت بالفينيشر مشاكل. والله الموفق، يعني شغله كواليتي. يقدر طبعا شغل بالامارات كله مباشره من التريلا على الفينيشر او الفراشه ويشتغلون عادي.
بس هذه شوية بالنسبة للكواليتي يعطيك جودة أعلى. تمام أخوان، وأكو جسر قدامنا، راح أسكر الكاميرا وأخذ لي كم صورة على الماشي. شوفوا أخوان، بحيرة تجميع مياه الأمطار، ومنظر حلو. تخيل هذا بس ينترس مي، شلون يصير شكله. جسر 43، صور كم صورة مرتبة. يراد ننزل والله، بس غير وقت.